أنا ذهبت إلى المسجد اليوم وحضرت درسي في اللغة العربية. أنا جلست قريباً من المدرس وقرأت من كتابي وكتبت اسمي في دفتري. أنا فهمت الدرس جيداً، وبعد الدرس تكلمت مع المدرس ثم رجعت إلى بيتي. هو رجع إلى البيت بعد الدرس. هي رجعت إلى البيت بعد الدرس. أنا رجعت إلى البيت بعد الدرس. أنت رجعت إلى البيت بعد الدرس. يوسف رجع إلى البيت بعد الدرس. مريم رجعت إلى البيت بعد الدرس. هو ذهب إلى السوق اليوم. هي ذهبت إلى السوق اليوم. أنا ذهبت إلى السوق اليوم. أنت ذهبت إلى السوق اليوم. أحمد ذهب إلى السوق اليوم. عائشة ذهبت إلى السوق اليوم. هو كتب اسمه في الدفتر. هي كتبت اسمها في الدفتر. أنا كتبت اسمي في الدفتر. أنت كتبت اسمك في الدفتر. علي كتب اسمه في الدفتر. المرأة كتبت اسمها في الدفتر. هو فهم كلام الشيخ جيداً. هي فهمت كلام الشيخ جيداً. أنا فهمت كلام الشيخ جيداً. الطالب فهم كلام الشيخ جيداً. البنت فهمت كلام الشيخ جيداً. هو جلس مع والده في الحافلة. هي جلست مع والدها في الحافلة. أنا جلست مع والدي في الحافلة. أنت جلست مع والدك في الحافلة. محمد جلس مع والده في الحافلة. ميمونة جلست مع والدها في الحافلة.